على رقعة جغرافية تشكل ثلث مساحة سوريا، وتتضمن 4 أجزاء لمحافظات سورية تتوزع تقسيمات وقوات عسكرية محلية وأجنبية في شرق الفرات، لتكون أشبه بنموذج مصغر للصراع الممتد على الخارطة السورية بين قوات أجنبية وأذرعها من قوات وفصائل محلية. تتداخل مناطق النفوذ في بعض أحياء مدن وبلدات الجزيرة السورية بشكل كبير لتضم قوات عسكرية من مجموعتين متصارعتين في منطقة ومختلفتين في منطقة أخرى ضمن الظروف العسكرية التي تفرض تحالفات مصلحية ضد قوات أجنبية أخرى. تبادل الحصار بين كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على الأحياء الكردية في حلب من جهة ومدينتي الحسكة والقامشلي من جهة أخرى أحدث صدامات وتوترات بين الطرفين في وقت تشهد فيه تلك المناطق أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة. هذا ليس جديد، يعني كل مرة يحدث نفس الأمر ما بين الطرفين وبعدين يعني وصلوا لمرحلة التهدئة. صاعدت القوات التركية من ضرباتها الجوية بالطيران المسير في شمال شرقي سوريا ضد قوات قسد بالتزامن مع تراجع معدل الدوريات المشتركة الروسية التركية من 5 دوريات شهريا إلى 3 بموجب اتفاق سوتشي الموقع عام 2019. ويندرج التصعيد ضمن محاولة تركيا اختبار رد فعل روسيا والولايات المتحدة وسبر إمكانية تغيير قواعد الاشتباك في شمالي سوريا ليكون لها الدور الأكبر في أدوات المراقبة والتنفيذ على الأرض. تركيا هدفها الأساسي أصلا من التوغل في سوريا ومن العمليات العسكرية في سوريا هي منع قيام دويلة كردية مدعوم من حزب العمال الكردستاني، وبالتالي منع تشكيل كانتون كردي بالمنطقة، وهذا كان واضح بالعمليات العسكرية اللي هدفت إلى تقطيع أوصال نفوذ قسد بالمنطقة. طبعا تركيا يعني تدخلها هو لحماية أمنها القومي من الأحزاب الانفصالية الكردية، وبالتالي هي تريد تطوير ما يسمى اتفاق أضنة. أمريكيا، ورغم دعم واشنطن قسد لمحاربة تنظيم الدولة وإبقاء الضغط على النظام السوري، فإنها تحاول القيام بخطوات من شأنها إرضاء الجانب التركي منذ عام 2016، بل تغض النظر بعض الشيء عن الضربات التركية بين الحين والآخر ضد الوحدات الكردية في سوريا، في وقت طورت فيه الأخيرة علاقاتها مع روسيا تحسبا لخطوة أمريكية محتملة بالتخلي عنها. إيران هي الأخرى ليست بعيدة عن التوترات الحاصلة في منطقة الجزيرة السورية، إذ تقوم أذرعها من الميليشيات بقصف قواعد أمريكية في المنطقة. ففي نيسان الحالي تعرضت قاعدة حقل العمر الأمريكية لقصف صاروخي، قالت شبكات محلية إن مصدره القوات الموالية لإيران شرقي دير الزور. وتتركز الميليشيات المدعومة من إيران بشكل كبير غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي. إن هذا التصعيد من جانب الميليشيات الإيرانية قد يرافقه قيام هذه الميليشيات نفسها بتسهيل أو تأمين أو فتح ممرات آمنة لعناصر تنظيم الدولة من المناطق البادية باتجاه مناطق سيطرة قسد التي تنتشر فيها قواعد التحالف الأمريكي، ضرب هذه القواعد أو بقية المصالح التابعة الخاصة بالتحالف الدولي أو حليفتها المحلية قسد، فقد يكون هذا الأمر سيناريو مطروح. الصراعات على الأرض في الجزيرة السورية
تجري سرا أو علانية لتثبيت مراكز القوى المتنافسة ومصالحها، وتنعكس بشكل مباشر على سكان مناطق الإدارة الذاتية بالتزامن مع حالة غليان واستياء شعبي واحتجاجات نتيجة فقدان المواد الأساسية في ظل موجة ارتفاع فاحش بالأسعار. لترد الإدارة بإطلاق وعود وخطط لتحسين الوضع المعيشي لا يبدو أنها كافية لاحتواء الأزمة.